الموسيقى الكلاسيكية هي إحدى أنواع الموسيقى الراقية جدا، ولكن للأسف بلبنان إذا حدا سمع ميوزيك كلاسيك دغري أول سؤال نسأله مين مات. هيدي الفكرة أو الفكر السائد بلبنان، محاولة منا تنغير هالفكر، عم جرب قد ما فينا نضوي على كل الموسيقيين بلبنان واللبنانية خارج لبنان أيضا، لنوضح شوي شو هي الميوزيك كلاسيك ولنعطي شوية تقدير أيضا لهالنوع من الموسيقى. بهالإطار الفنان يلي بنستقبله لليوم زياد كريدي، أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك. حضرتك عازف بيانو محترف ومتفرغ، ولكن عذرا على كلمة ولكن، مقيم بفرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس. يعني هون بنبلش نسأل سؤال، ليش كل شخص مميز وليش كل شخص شاطر مفترض فيه، خاصة إذا كان عازف موسيقي، يخرج من لبنان كرمالتا يخضع لمعادلة الاحتراف خارج لبنان وبالتالي يتم تقديره من دولة أجنبية، ليه ما بيضل هون مثلا؟ مزبوط. هلا أنا وقت رحت على فرنسا بالتسعينات، يعني من زمان، ما كان في، يعني هون درست، عملت 10 سنين اخذت دبلومك هون بالكاسليك. ما اخذت دبلوم بس كنت راح اخذه، يعني عملت ورحت، لانه هون ما كان في مجال وقتها بلبنان يعمل واحد احتراف على مستوى معين. بتصور بعض الوضع هيك، بس انه المستوى منه كتير عاتل هون بلبنان، بس باوروبا في مجالات اكثر بكثير للدرس. اكيد للدرس من اي ناحيه؟ يعني للتفرغ للحياه الموسيقيه بس لمستوى معين. يعني بفرنسا مثلا مش مثل هوني، هوني مثلا بعرف انه في عنا موسيقيين بلبنان وخاصه عازفين بيانو من الطراز مش بس الاول النادر، ولكن الفرص بيفتقدوا لها. يعني مثلا مثلك منه مضطر الموسيقي هونيك يعلم ويكون بيعلم بجامعتين وثلاث اربع مدارس كرمال تا يقدر يعيش حياته اليوميه. ليك وضع الموسيقى باوروبا منه هين، صعب. المستوى عالي، بس اكتريه البيانيست بيعلموا وبيعملوا حفلات. الليالي اللي بس بعيشوا من الحفلات، انا كمان بعلم بجامعه بوردو مثلا بفرنسا. مش الوضع المادي اصعب من هون، يمكن مثل هون، يمكن هون اوقات اهين بلبنان من الناحيه الماديه، بس ما من الناحيه الثقافيه احسن برا. هي هذا الفرق برايي، من الناحيه الثقافيه، من ناحيه اذا بدك واحد يصنع اسمه او يعمل له اطار معين بموسيقيه معينين يتعلم منهم في مجالات اكبر. هي يعني هذا الفرق برايي. طيب بفرنسا بباريس بالتحديد، وخاصه هلا يعني لما انفتحت الحدود الاوروبيه بالانيون اوروبيان او الاتحاد الاوروبي، صار في مثل كونكورنس او منافسه كثير كبيره بين الموسيقيه. قديش زياد كريدي قدر يلاقي محل له لاحترافه، يقدر يعمل اسم لحاله، يقدر يعمل مثل هاله لحاله، يشق طريقه بين مجموعه كثير كبيره من البيانيست باوروبا؟ هلا انا مزبوط في عدد كثير 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 كبير، خاصه بالبيانو وبالفيولون، يعني عندك عدد ما بيتصوره واحد. قد ايه في ناس، وثلاث ارباع اللي بيطلعوا من المعاهد الكتير مشهورة ما بقعدوا يعملوا كونسرات وحفلات بعدين. لوين بيتجهوا؟ بيعلموا، بوقفوا في نوع من ال، يعني نفسيا بكونوا كتير تعبانين، لأنه اللي بفوت على كونسرتور سوبريور كتير قاسي الجو. في ناس ما بقعدوا يقدروا يدقوا بعدين، يعني مش كلهم بيكملوا. هلا أني أنا عملت، مش بس درست بيانو، درست تحليل موسيقى. أصلا كل سنة جامعة الكاسلي بتعزمني بعطي صف تحليل أناليز ميوزيكال بالجامعة، وكمان بلعب اللي بسموه بيانو فورتي اللي هلا رح نسمعه بعد شوي، اللي هو مثل ما كان البيانو اول ما بلش ايام موزار. من بعد الكلافسان دغري، يعني من بعد الكلافسان بايام الثوره الفرنسيه قبلها بشوي بلش نلعب البيانو باوروبا، مع انه كانوا اخترعوا قبل بشي 50 60 سنه. بهالمجال ما في كثير بيلعبوه، يمكن مشان هيك عم بقدر الاقي حفلات كمان باوروبا. انا بلعب على البيانو كان ايام موزار، بلعب على البيانو تبع شوبان. فاذا قدرت تلاقي خصوصيه لإلك بتخليك تتميز بين هالاعداد الكبيره. وكمان عامل ميوزيكولوجي، كمان بحلل الموسيقى، وهلا كتبت كتاب رح يطلع عن لارماتان، يعني مش بس موسيقى، كمان بشتغل تحليل بين هلالين. لازم نذكر انه حضرتك دكتور، يعني لازم نكون كنا نقول دكتور زياد كريدي، انه معك دكتوراه بالميوزيكولوجي، يعني بتشتغل كمان على عدد كبير من الابحاث الموسيقيه. وهذا الشيء دليل يمكن نتيجه الكتاب يلي رح يطلع هلا عن الارماتان قريبا، على رايح يوصل على لبنان طبيعي ان شاء الله. لا هيدي كاريزون ديديسيون بتنزل على لبنان. يعني. نعم، عندهم توزيع بلبنان. قديش برايك زياد الشيء اللي قلته بالاول هلا بالمقدمه مزبوط؟ يعني بلبنان في عنا مشكله بهذا الاطار، انه لما نسمع ميوزيك كلاسيك نسال حالنا مين مات؟ مشكله كثير كبيره، هيدي انا كثير بحربها.
هلا اللي بيحبوا الموسيقى الكلاسيكيه بينبسطوا انه وقت يموت حدا بعيد الشر مثل ما بقول تيسمعوا ناس يشوفون على التلفزيون مصائب قوم عند قوم فوائد يعني بتصير بالنسبه لهم. هلا ايه هلا هي الموسيقى الكلاسيكيه صيتها انه شغله كثير جديه، واحد بده يقعد ويسكت تيقدر يسمع، بس منا ابدا حداد. هلا في ركويام مثل مكتوبين مثل موزار كاتب ركويام يا مافوري كاتب ركويام، بس في كمان موسيقى كثير فيها نكت فيها مزح، يعني في هيومر بالموسيقى مثل هايدن مثلا. هايدن مثلا في سيمفوني كتبها كثير رايقه، حط بنص السيمفوني تامبال كثير قويه يعني خبيط اذا بدك، بس تيوعي الناس اللي نايمين. يعني الموسيقى الكلاسيكيه ما فينا نحجمها بعباره واحده انه جديه يا ما حداد، هيدي تشويه للموسيقى. واللي بنسميه موسيقى كلاسيكيه عندك شي 300 سنه موسيقى يعني كثير مختلفين وفيها تنوع رهيب، مش يعني انه كله بذات الخانه أبداً. يعني انه اكيد انا ما بحب عباره موسيقى كلاسيكيه. هلا يمكن الموسيقى اللي مكتوبه، يعني لو واحد بيفتح الكتاب وبيلعب النوت يمكن هي بسموها موسيقى كلاسيكيه بالنتيجه، اذا واحد بده يعطي لها بده يفسرها هي يمكن بس مش ستيل واحد ابدا، في تنويع رهيب. اصلا الكونسير اللي امبارح لعبته بجامعه الكاستليك واليوم عشيه بجامعه الانطوني بصاله بالجامعه الانطونيه ولا بالمعهد الانطوني؟ لا بالجامعه اوكي بالجامعه 8 عشيه بصاله شدياق. نعم 8 عشيه في كثير قصص مختلفه، رح العب شوبان وبعدين اسمه الكونسير ميوزيك ميديترانيان، يعني كلهم لها علاقه بالميديتراني بدول الحوض المتوسط. يعني في موسيقى من اسبانيا هو مانويل دوفيا اللي مأثر بالفلامينكو كثير، وفي دقه لمؤلف لبناني عايش بفرنسا ناجي حكيم مشهور باوروبا، بحط فيها فولكلور لبنان وفيها نشيد الوطني اخر شيء اكيد هو عمل له ارانج مع طريقته. فيها دوبيسي، فيها موسيقى معاصره هو ديتيوي اللي من اهم المؤلفين العايشين مؤلفين من 20 30 سنه. جربت قد ما فيك تعمل توليفه يعني قصص واسعه وما بيسمعوها دائما الناس بلبنان، يعني مش انه بدي ادق على موزار دق على باخ دق على بيتهوفن ودق على رافيل اخر شيء. يعني اذا بدك البروجرام منه كليشيه البروجرام. لا انا ما بحب الكليشيه والعلاقه بين الموسيقى الكلاسيكيه والحداد شغله غلط 100% وكليشيه كثير. طيب قد ايه بتحس انه نحن يعني في عنا اذا بدك نوع من ثقافه منقوصه، يعني الميوزيك كلاسيك هذا شيء مش معقول يكون هالقد رائج باوروبا ويكون ما له تمثيل بلبنان، شو الخطه برايك يعني كشخص عاش برا بيعرف العقل برا وبيعرف قديش العالم يمكن ما يحبوا الموسيقى الكلاسيكيه بس بيفهموا شوي بالموسيقى الكلاسيكيه، شو الخطه يلي فينا نعملها نحن بلبنان كرمال ننهض بثقافتنا الموسيقيه ما نكون موجهين بس على ثقافه الموسيقى العربيه اذا صح التعبير؟ هلا انا كثير بحب الموسيقى العربيه التقليديه. انا عم بحكي عن اذا بدك ثقافه الاغنيه بس ثقافه الاغنيه يعني اللي بسموها الفاريتي، انا ماني ضد ابدا هالشيء بس ما لازم هالشيء يمحي غير موسيقى، وهذا اللي عم بيصير. هلا هي اللي عم بيصير هي اول شيء في دور كبير للاعلام. نعم في دور كبير للاعلام اللي اجمالا يعني من دون بطريقه كثير شامله الموسيقى التجاريه اللي هي هدفها اكثر شيء تبيع وتعمل مصاري اكثر شيء الناس بيشوفوها بيسمعوها على الراديو بيشوفوها على التلفزيون، هيدا شغله هي بكل العالم موجوده مش بس بلبنان. هلا انا وقت رحت من لبنان ما كان في شيء هون بالموسيقى الكلاسيكيه، ما كان في اوركستر، يعني هلا الوضع تحسن صار في مهرجانات. انت فليت باوائل التسعينات تقريبا؟ فليت 93 يعني كان بعد الاوركسترا الوطنيه ما تاسست، ما كان في اوركسترا وطنيه، ما كان في مهرجانات، كان فيستيفال بيت الدين بلش، هلا صار في فيستيفال البستان انا لعبت فيه سنه 2001 صحيح. يعني صار في حركه. هلا اللي ناقصنا بعد انه يكون في بعد ميسان اكثر، يكون في مؤسسات انا تكون للدوله، يعني دوله في الاوركسترا الوطني والكونسرفاتوار، ما عندنا صاله بلبنان معمره للموسيقى الكلاسيكيه، هيدا ناقص كثير كبير. ما حدا بيحسب هذا الحساب، يعني اليوم مثلا قريت انا بالجريده الاوركسترا ما عنده محل يلعب فيه معمول لإله. صحيح ما في راديو بلبنان، لازم يكون في راديو وطني يسجل ويهزم ونروح عليه ونسجل مثل ما بيصير مثل ما بعمل باوروبا. يعني مؤسسات للدوله مثل ما كانت الاذاعه اللبنانيه من زمان تعزم الفنانين اللبنانيين تيروحوا يسجلوا لقاء اجر معين الى حين ما اندثرت هالظاهره. يعني وانا ما بامن انه الموسيقى الكلاسيكيه اللي هي كانت غربيه ما بعرف اذا بعدها غربيه صارت يمكن عالميه احسن من غير ثقافات، بلاقي انه الموسيقى العربيه كمان لازم يكون لها كثير اهتمام اكيد من قبل الدوله، يعني هذا اكثر شيء ناقص. والمطلوب انه اللبنانيين اللي حابين يعملوا الموسيقى يقدروا يسافروا ويدرسوا ويقدروا يرجعوا،
ان شاء الله. هلا انا دائما كنت ارجع على لبنان يعني هيدا بحب اقولها. صحيح دائما كنت تزور يعني اخر زياره لك كانت من 5 سنين بس. مزبوط. يوم زيارتك بدعوه من السي سي اف مركز سقف الفرنسي رح نرجع نحكي عنها، بس بيهمني اعرف شو اللي عم نسمعه هلا نحن بالفون. نعم هيدا ديسك طلع بفرنسا هلا نيه لبال ابيسيا. هيدا ديسك لايف يعني الكونسرت سجل، ما بحب كثير تجي بالاستوديو بلاقيه كثير بارد، ما في جمهور، وبصير في كثير مونتاج، ما في تفاعل وفي كثير مونتاج يعني بصيروا يقصوا ويظبطوا يعني احسن، يعني هون تبليش احسن هالفيرسون هذيك احسن، انا بفضل يكون الوقت يعني التو ميوزيكال محترم وحقيقي اللي صار مع الناس، لانه بحس انه وجود التفاعل الجمهور اذا عم يسمع كثير منيح بيأثر على طريقة اداء الفنان اللي اكيد قدام. اكيد هذا البيانو اللي عم نسمعه، انا عم نسمع موزارت بيانو فورت، هذا بسموه بيانو فورت يعني مثل ما قلت لك، مثل ما كان البيانو سنه تقريبا 1780 1790 بنسمع الصوت اللي كان موزارت يسمعه، كان كثير صوته ناعم البيانو ما كان كثير قوي، كانوا شويكيش كثير صغار وكان الكلافيه كثير ناعم، هلا صار البيانو كثير كبير وصار فيه حديد صار كثير ضخم اذا بدك، يعني مثل الفرق بين البروجيكتور والشمع اذا بدك اكيد فيه. كان صوته دافي اكثر. حلو الصوت قديش صعب هيك هلا قريب يمكن شوي على الهادي مع الجيتار مزبوط 100% هذا الشيء يمكن يلي بيخلينا نعرف ليش لما يكون واحد عم يسمع ميوزيك كلاسيك لازم يكون جواته رايق، لانه هي بطبيعه الحال اذا كان واحد معصب بس يسمع ميوزيك كلاسيك بيروق لك قد فيها هيك في ناس مزبوط. هلا انا الميوزيك كلاسيك شغلتي يعني كل نهار بشتغل يعني ما بقدر اعرف عن بس في ناس كمان ما بتقدر تتحملها، في ناس ما معوده تقعد وتسمعها مزبوط، يعني هي بتصور بالعالم اللي عايشين فيه الموسيقى صارت موجوده محل ما كان، صارت مثل ما صارت من الديكور، يعني واحد انا مطرح ما سافر في موسيقى، وقتها بنطر عند الحكيم في موسيقى، وقتها بنطر حيلا محل، وقتها بنطر على التليفون، وقتها بكون بالمطار، وقتها بكون بدي اخذ الترين من مدينه لمدينه في موسيقى. صاروا الناس حتى بحطوا لي موسيقى ببيتهم، يعني صارت الموسيقى من الديكور لانه صار في تجي صارت شغله باخت بتوصل على بيتك بتدور الكومباكت بتسمع شو ما بدك. شو رايك هيدي الشغله منيحه لان الناس فيها تسمع، بس منا منيحه لان ما عاد في قيمه للموسيقى. من 150 و200 سنه كان في مطرح معين كان واحد يسمع سيمفوني لبيتهوفن كان شغله رهيبه، يعني انت تقدر تسمع 40 و50 شخص، كان ايفنت رهيب. كنا عم نحكي غير وهر على الموسيقى يمكن. كنا عم نحكي من شوي عن تأسيس الأوركسترا الوطنية وقديش دكتور وليد غلمية عمل شيء كثير مهم بتأسيس هالأوركسترا، هلا صحيح بالأول كان في نوع من انتقادات كثير، هذا الدليل إنه هذا كونسرت كان في انتقادات كثير إنه ليش في هالقد عدد من الأجانب داخل الأوركسترا الوطنية، الجواب دائما كان يكون لأنه في آلات منا موجودة عنا بلبنان. مش آلات هن العازفين سوري هن العازفين اللي مش موجودين بعدد كافي صح، وفي كمان آلات لا تدرس كانت بالوقت يعني إنه مين هي الهدف إنه يصير عندنا معهد موسيقى يقدر يخرج تلاميذ عندهم مستوى يعملوا أوركسترا من دون ما يدرسوا برا. اليوم صار في هذا المستوى؟ ما بعرف. شو رايك بالاوركسترا الوطنيه؟ عزفت معهم؟ انا عزفت معهم سنه 2004 كمان مع كلير ليفاشي اللي هي شيف اوركسترا فرنسويه، كمان مع دعوه من السفاره الفرنسويه. كنت كثير مبسوط معهم، كان كثير خبره حلوه. حسيت بنفس المستوى الاحترافي يلي بتلمسه باوروبا؟ مستوى كثير منيح، نعم، مستوى كثير منيح، اللي لازم يصير عندنا معايير تقدر تخرج موسيقيه يقدروا يلعبوا بهالمستوى من دون ما يكونوا جايين من برا. هلا شغله كثير منيحه جاي انه هلا قالوا كثير الاجانب على فكره بالاوركسترا يعني صارت الاكثريه في شغله كمان انه انا كنت اسمع انه ليه كله اجانب، كل اوركسترات بالعالم هلا صار فيها كثير اجانب بكل بلدان العالم، ما كان هيك الوضع من 40 و50 سنه، يعني كان اوركسترا تبع برلين كلهم من برلين، ما هلا فيينا يمكن شوي كونسرفاتور يعني ما في نسوان بالاوركسترا كثير قليل بس انه اذا اوركسترا نصه اجانب حيلا بلد بالعالم شغله طبيعيه وانا بشجع هالشيء. وخاصه اليوم كمان بما انه كنت عم بتشدد زياد انه بهمك كثير الموسيقى العربيه، صار في عنا كمان اوركسترا شرق عربيه كمان هيدي تاسست بلبنان كمان دكتور وليد غلمية هو يلي اسسها يلي بتلعب موسيقى شرق عربية، وكمان قوامة من الموسيقيين اللبنانيين يلي هني أساتذة بالكونسرفاتوار وبالمعاهد الخاصة، يجب التنويه دائما بهذا الموضوع. السي دي اللي عم نحكي عنه هلا انتجوا لك اياه بفرنسا بباريس العاصمة الفرنسوية، بتقول لو كنت بلبنان كنت رح تلاقي حدا ينتج لك سي دي ميوزيك كلاسيك؟
هي انا بحس انه المشكله انه بلبنان ما في، مش مشكله بس انه ما فيها البيانويات، حتى بفرنسا قليل بيهتموا فيهم البيانويات القديمه، لانه احنا بعصر بحب كل شيء جديد وكل شيء مودرن يعني حديث انه احسن. إن الناس بيشتروا بيانو صاروا مثل ما بيشتروا سياره جديده اغلى، مع انه الفيولون القديم اغلى بكثير، الفيولون بس سياحته بتعلى قيمته. البيانو بس تشتريه بيخسر قيمته مثل السياره. صحيح. لا لو كنت انا بعرف اشخاص اشتروا بيانو هيك بين هلالين تيحطوا المزهريه، لكن عنده مزهريه كثير حلوه بس ما بدهم يحطوها على طاوله، اشتروا بيانو كرمال تيحطوا المزهريه عليه. هو البيانو فورتي هون ببلش المشكله. بيانو فورتي لا ما في منه بلبنان، هلا انا عم بعمل بيانو فورتي بفرنسا، كنت حابب اجيبه لهون احطه هون. بركي بعد سنتين ثلاثه بجيب بيانو فورتي على لبنان وبعمل عليه كونسيرت. هي منيحه لانه وقت الناس بلبنان اللي بيحبوا الموسيقى الكلاسيكيه وموجودين تسمع من الديسك، وقت تسمع من الديسك تسجيل هو غير وقت تسمع لايف تشويه مثلا، ما بتعرف اذا صوته قوي ما ضعيف الديسك، بتعلي الفوليوم. يعني منيح انه في ديسك بس واحد ما بده يتكل بس على الديسك، ما في شيء بيجي محل اللايف تسمع الموسيقى مثل يلي بيحضر مسرحيه أكيد. بالمسرح او يلي بيحضر مسرحيه على التلفزيون، مثل اللي بشوف الصوره الحلوه وقت بس بشوف المنظر مزبوط غير شيء بالمره. بدي اذكر انا كل المشاهدين يلي عم يتابعونا هلا، يلي بيحبوا يسمعوا البيانو، يلي بيحبوا يسمعوا العازف اللبناني المحترف زياد كريدي، اليوم بالمعهد الانطوني او بالجامعه الانطونيه بصاله الشدياق الساعه 8 رح بتكون عم بتقدم مجموعه كمان يلي كنا عم نحكي عنها هلا، اذا بدك البحر الابيض المتوسط. بروجرام منوع، بروجرام منه كليشيه ابدا، شغلات جديده، شغلات اكيد رح بتنال اعجاب كل الاشخاص اللي رح يكونوا موجودين. انا بدي اتمنى لك التوفيق وبدي اشكرك وبتمنى كمان انك دائما تضل تجي على لبنان، كما وانه بنتمنى دائما انه حتى العازفين اللبنانيين المحترفين بلبنان يكون عندهم كمان مجال يعملوا كونسير، يعملوا حفلات لوحدهم سولو، انه عندنا كثير بيانستيه بالبلد مثلا ما بنسمع بحدا منهم. مشكلة بهالإطار بتجرب تدعمون شوي مثلا من خلال معارفك تيروحوا لبرا؟ ما عندي كثير صايرة اللي بيروح لبرا هو اللي بيعمل صيد بس يعني لا هو اللي اجبنا اللي بيروح بده يدرس اول شيء يعني وصعب كثير واحد يدخل معاهد يعني مش مثل بالجامعة بتتسجل وبتفوت لا بدك تعمل فحص يما كونكور اجبنا اللي بيروح بده واحد سنة سنتين تا يتعود على الجو تا يقدر يقلع بعدين بالدرس وبعدين في يعمل غير شيء هلا انا هون دائما عم بيجي أعلم وعم بيجي اعلم موسيقى وهذا كثير بحب هالشيء انه بتفاعل مع اللبنانيه اللي قرروا يدرسوا موسيقى وعندهم شخصيه غير تلاميذه بفرنسا هي كثير بتهمني وانا كمان بستفيد منها لانه في منهم بيعملوا موسيقى شرقيه وموسيقى غربيه بذات الوقت صح بلاقيها شغله كثير منيحه وبتعطي تنوع بتعطي تنوع بالشخصيه هن يمكن ما بيعرفوا هالشيء بس انا دغري بحسها يعني طريقه تفاعلهم مع الموسيقى اللي انا بشرح لهم اياها غير شيء بالمره عن الاوروبيه أنا بدي أتشكرك وبدي أدعي لك بالتوفيق، أهلا وسهلا فيك ببرنامج يوم جديد. ميرسي لك. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم فقراتنا ولقاءاتنا ولكن بعد هالفصل الإعلاني القصير.